مستشفى آسيا كلينيك أسسها الدكتور وليد عمار، استشاري العلاج الطبيعي وعلاج الغضروف والجلطات بدون جراحة، فكان رائدا في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط. تمكن من إدخال تقنيات جديدة لم تظهر من قبل في عالم العلاج الطبيعي في مصر، فلأول مرة يتم توفير أوناش لشيل المرضى وروبوتس لعلاج الجلطات وأجهزة أخرى لم يعرفها عالم العلاج الطبيعي في مصر إلا من خلال آسيا كلينيك. فالعلاج الطبيعي في آسيا كلينيك ليس كأي مكان آخر، إنه آخر ما توصل إليه العلم ليدمج في كيان واحد خبرة العلاج اليدوي مع خبرة العلماء في تطوير أجهزة تعمل على علاج الألم وحل مشكلات الغضاريف والفقرات والمفاصل، بالإضافة إلى أفضل الطرق لعلاج الجلطات ومشكلات الحركة الناتجة عنها، وكل ذلك بدون جراحة. أنا عايزة أخلص الحلقة أروح آسيا بصراحة. مين فينا ظهره مش تعبه؟ على مختلف الأعمار، على مختلف المهن، حتى ست البيت القاعدة في البيت ما بتشتغلش، آلام العمود الفقري والغضروف الحقيقة مش عايزة أقول يعني بقت تقريبا بنسبة 100%، بس بنسبة كبيرة جدا جدا. اللي لفت نظري إن دكتور اللي بيشرفنا دلوقتي بيعالج بلا جراحة، وما أدراكم ما الجراحة. معايا ومعاكم دكتور وليد عمار، رئيس مجلس إدارة آسيا كلينيك لعلاج الجلطات وإصابات العمود الفقري والغضروف بدون جراحة. دكتور أنا متشرفة جدا بحضرتك. أنا معك. والحقيقة سمعة حضرتك الطيبة والنتائج المذهلة اللي حضرتك حققتها مع مرضاك هي اللي خلتنا يعني نطلب من حضرتك أن أنت تكون معانا في الفقرة دي. يعني ايه بقى ان انا اعالج الانزلاق الغضروفي بدون جراحة واحنا بنترعب من كلمة ان حد ظهره يتفتح بمشرط ويعني ويتعالج جراحيا؟ المشكلة ان في ناس كتير جدا بيعملوا رنين والدكتور يقول له جراحة، لكن ما نتيجة تقول للعيان امشي قصادي هتلاقيه العيان بيمشي، الألم عنده مش 24 ساعة، بيتحكم في البول كويس، بيقوم بواجباته في البيت كويس، او ست البيت بتقف بتعمل واجباتها كويس. طيب. يبقى معنى كده انا مش محتاج جراحه. امتى اقول للعيان جراحه؟ جراحه جاي متشال العيان، الام 24 ساعه لا يحتمل. ايوه دي 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 نقطه. 90% من الحالات اللي عندها غضروف مش محتاجه جراحه، لكن هو مش لاقي طريق بديل عن الجراحه. بالظبط. مش لاقي طريق، او بروح للدكتور فالدكتور يعني مثلا بيستسهل ويقول له يلا ندخل نعمل عمليه، او هو ياخد مسكنات فترات. طب معانا برضو حضرتك فيديو لو تحب تشرح. النهارده مشكلتي كلها في مصر ان الغضاريف اللي هي عامله زي الحمايه بتاعتنا والسوسته اللي هي بتتقبل الصدمات كلها، المشكله ان الماده الجيلاتينيه اللي جواها بتنشف. بتنشف والغلاف اللي هو بيغلفها بيبتدي ينهار بسبب حاجات كتير جدا. طبيعه اكلنا، الستات بتاعتنا بيقعدوا فترات طويله جدا في المطبخ. ايوه مفروض يلبسوا دعامه في الظهر او يلبسوا حزام بدعامات في الظهر طول ما هم واقفين، الوزن يبتدي ينزل، الاكل نفسه طبيعه الاكل عندنا مفروض يقل كميه اللحوم وتقل كميه الشاي ويقل كميه القهوه اللي احنا بنشربها عشان معقول يا دكتور؟ طبعا ده كل ده احنا فاهمين ان اللحوم دي كل لحمه كتير عشان تتغذى وعظمك يبقى كويس، يعني اللحمه ممكن تضر. طبعا في سن طبعًا معين. طبعا المشكله دلوقتي ان احنا ما بنعرقش زي الاول. الناس بتركب عربيات تنزل من العربيه على البيت على طول، طول قعدته في العربيه ممكن يقعد ساعه في العربيه، زحمه القاهره اكتر يا دكتور. ده انت لو اتنقلت مثلا من اكتوبر للتجمع الخامس ساعتين مثلا. بالظبط. فالمشكله دلوقتي الغضروف ده بينهار عشان حاجات كتير قوي. اولا ست البيت عندها ثقافه انها تخدم اولادها فتقف في المطبخ 3 4 ساعات. حضرتك بتقلل الوقت ليه؟ ست البيت مننا بتقعد 6 7 ساعات. بالزبط. ورمضان داخل علينا. أيه. وست من اول ما بتصحى لحد ما بتنام بتبقى واقفه في المطبخ. ايوه ما هو ده اللي احنا بنقوله. فاحنا عندنا الاصابات في السيدات اكتر من الرجاله كتير جدا. معقول؟ ايه السبب بقى؟ السبب اولا ان السيدات موضوع تغيير الهرموني بتاع الدوره بيخلي العظم نفسه والاربطه ضعيفه، هي دي نقطه. النقطه الثانيه ان السيدات
اغلبهم بعد ما الدوره تنقطع بيحصل اختلال في الهرمون، فالعظم بتاعهم بيبقى زي التباشير، وبالتالي المشكله ان العظم والمفاصل كلها بتتاكل بسرعه. تتاكل ايه؟ بسرعه. وربنا ويا سلام بقى لو كمان عندها مثلا مرض السكر، فده اكيد بيزيق. دي بقى نقطه مهمه جدا. دلوقتي عندنا ناس كتير جدا بيجوا لنا بنقيسلهم في المستشفى السكر والضغط، نلاقي السكر عالي جدا والضغط عالي. السكر من يبقى عالي يرفع الضغط، يرفع ايه؟ الضغط. يرفع الضغط. يعني السكر من يبقى عالي يرفع الضغط. تمام. وبالتالي فتقول للعيان انت ماشي على الدواء، ماشي على الدواء، لكن من ما بتقيس الضغط بتاعك، لا ما بقيسش ولا الضغط ولا السكر، وبالتالي ممكن العيان يحصل له جلطه عشان هو مش متابع ولا سكر ولا ايه ولا ضغطه، بس ماشي على الدواء بانتظام. يعني القصه مش بيعمل دواء، ماشي الله. على لان انا لازم اتابع، انا عندي ضغط او سكر اتابع الدكتور بتاعي كل 3 شهور، كل 3 شهور ممكن يغير لي الدواء، ممكن دي نقطه معينه، ممكن يظبط لي السكر، ممكن يغير لي من حياتي. فالمشكله الكبيره ان كل الناس اللي بيجينا خصوصا كبار السن لو ما عندهمش ولاد، ولادهم ساكنين بعيد فما فيش كشف دوري عليهم، بيقعوا فريسه الجلطات. الجلطات دي تضيع اسره، يعني جلطه دي بتضيع اسره. عشان كده احنا عملنا في اسيا اسم خاص بيه علاج الجلطات، وكان في ناس كتير جدا كانوا مش عارفين يتكلموا، مش عارفين يمشوا، فجبنا جهاز من اليابان عشان ينشط وظائف المخ عشان يحسن موضوع الجلطات. ده حلقه تاني نتكلم عليه ان شاء الله. معلش معلش بس طبعا حضرتك قلتها، معلش خليني استفسر. طب هل انا ممكن اجي لحضرتك من غير ما يكون يعني بعد الشر او اي حد بيشوفنا من غير ما يكون لسه جات له جلطات كنوع من الحمايه ان انا استخدم الاجهزه دي، او حضرتك تديني كورس استخدام الاجهزه دي من غير ما تجيلي جلطه لسه، يعني احمي نفسي ولا لازم تكون جاتلي جلطه عشان اجي؟ لا، في الجهاز مثلا اللي بيعالج مشاكل الجلطات بيعالج في نفس الوقت الاكتئاب. يعني الله. يعني 2021 هم صنفوا مرض الاكتئاب رقم واحد في العالم. صح، رقم واحد في العالم. تمام. فتصوري ان حضرتك ان انت الادويه الكيميائيه اللي انت بتاخدها دي ممكن تضيع حياتك وتنيمك على طول. طبعا. انت هتستغنى عنها، ان انت وظائف المخ تبتدي تتظبط والكيمياء بتاعت المخ تبتدي تتظبط بالجهاز. فدي حاجات مهمه جدا، ان احنا في اسيا خدنا طريق، احنا مش هندخل جراحه، احنا هنعالجك وهتبقى كويس جدا ومش محتاج جراحه. واتفقنا قلنا نسبه اللي محتاجين جراحه 10%، 90% مش محتاجين. احنا يعني حضرتك هتشوفي كميه الحالات. يعني في جهاز مثلا قدامي اهو، ده الروبوت ده جهاز عبقري الياباني اخترعته عشان حاجتين. اول حاجه الجهاز الروبوت هيوسع بين الغضاريف ويدخل غذاء للفقرات. هوري حضرتك يعني بيعمل ايه الروبوت. والروبوت انت كانك بتعملي جراحه وانت نايمه على سرير بتكنولوجي، بندخل فيه البيانات بتاعه العيان، وندخل فيه التشخيص، وندخل فيه الوزن بتاع العيان عشان نبتدي نعالج. ال- 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 الكميه اللي هو بيوسعها الجهاز عشان يبتدي يدخل الغضروف ويخلي فيه غذاء، المسافه العيان ما بيحسش بيها ولا بيحس باي الم، بيحس ان هو بيقوم من على جهاز واحد تاني. والله يا دكتور. يعني هوري حضرتك هو هيعمل ايه في الغضروف. والغضروف ده ضغط على ايه؟ ادي دي الفقرات، ادي الغضروف ضغط على العصب، هيوسع بين الغضاريف، هيقلل الضغط على العصب. وهيغذي الماده. الغضروف بيبقى لونه اسود. لونه اسود. الغضروف اللي لونه اسود ده يبقى يرجع تاني لونه ابيض. الله. لان الماده الغذائيه تاني هيستعيدها. الماده الغذائيه اللي جوه الغضروف دي اسمها امينو اسيد، احماض امينيه. ادي الاحماض الامينيه داخله اهو في الغضروف. دكتور محتاجه كام جلسه عشان اوصل يعني لدرجه كويسه؟ على حسب انت عندك كام غضروف. يعني في ناس عندهم غضروف واحد، في ناس عندهم أكثر. غضروفين، في ناس ثلاثه، في ناس عندهم زحزحه فقريه يعني أسوأ من الغضروف كمان، وخصوصا كبار السن مع الهشاشه بيحصل الكلام ده. ما انا بتغذي العمود. الميزه في الروبوت بيعمل ثلاث حاجات: هيعالج الغضروف لو في اي اوجاج، هيعالجه لو في عضلات متشنجه، وطبعا ما فيش اكتر من عضلات متشنجه يفكه. يعني مش يعني ممكن الالم، يعني هو الالم ممكن يبقى 50% من الالم اللي انت بتحس بيه تشنج عضلات، وعندك غضروف وانت بتقول ان ده غضروف. تعمل العمليه، عملت العمليه حسيت ان انت اتحسنت 50%، بس ال 50% التشنج اللي هو في العضلات زي ما هو. طب دكتور هل لازم انا قبل ما اجي لحضرتك اروح للدكتور يوصف لي الحاله وبعدين اجي لحضرتك، ولا لو انا تعبانه اجي لحضرتك على طول وانت تتصرف؟ اسيا فيها ثلاث تخصصات الخاصه بالغضروف. تمام. مخ واعصاب. الله. طيب. وامراض مناعيه وعظام
وعلاج طبيعي. طيب يعني مش محتاجة أنا أجي لحضرتك على طول وكل التخصصات موجودة؟ لا، وفي أهم من كده كمان، إحنا عندنا جهاز أشعة بنعمل فحص مجاني، يعني أي حالة بتدخل يعني إحنا النهاردة، أنا كنت النهاردة في المستشفى، أنا جالي ناس من ليبيا معهمش أشعة خالص. خلاص، لا أنا فحصته كله وشفت المشكلة وشفت التشخيص، غضروف في الظهر، خشونة حادة في الرقبة، تشنجات، يعني لو هو ما عملش رنين إحنا عندنا وحدة أشعة بنعملها مجانا للعيان. وتشخص بالظبط هو محتاج كم جلسة في استشاري عظام، بيشخص ويقدم التقرير كله عشان نبتدي نحط خطة العلاج، لأن في حالات كتير جدا من حالات الغضروف بتبقى محتاجة تدخل تخصصين. أيوة. المخ والأعصاب والعظام. لو في ضغط على العصب شديد والتهاب حد في العصب، انا محتاج دكتور المخ والاعصاب مع دكتور العظم. دكتور العظم دايما بيفكر فيه ان في ضغط على العصب، لكن هو دايما بيفكر الالام بتاعته فين، لان ممكن يبقى الغضروف مثلا مأثر على كتفي، على رجلي، على مفصلات دراعي، على ركبي، على رجل واحده. تمام. يعني تمام. وبعدين الرنين، ما احنا بنعمل الرنين بيقول لنا في ضغط على العصب، لكن ما بيقولناش اذا كان في عضلات متشنجه، ما بيقولش اذا كان في اعوجاج، ما بيقولش وانا واقف. الرنين ما بيقولش ده، ما بيقولش الكلام ده خالص. طب وانت حك احنا جايبين جهاز اشعه تاني عشان كده، عشان العيان وهو واقف احنا شايفين في اعوجاج، في هشاشه. يعني انا مش محتاجه لما اجي لحضرتك تكتب لي في روشتة روح يعملي لي اشعه مش عارفه فين وتعالي لي تاني، انا بدخل. ايوه. كل حاجه موجوده. ايوه. والعلاج بتاعي موجود من خلال التشخيص. حاجه بتقرر الجهاز ده نستخدمه كذا. أيوة. مره الجهاز ده طبعا. يعني ما شاء الله انا شايفه كم اجهزه. وبالميه احنا عملنا مغاطس بالمياه الكبريتيه وكربون نشط، فيلم تاني عشان الناس اللي عندهم روماتويد، احنا عندنا برضو اسم كبير للروماتويد. طب ممكن نشوف تقرير برضو ونرجع نتكلم على قسم الروماتويد. نشوف التقرير ونرجع تاني. الحمد لله انا حاسس بتحسن، والتحسن مخليني قادر اتحرك وقادر امشي وقادر امارس حياتي بعد ما كان واحد خلاص كان يئس من ان كان ممكن يبقى فيه شفاء. لا الحمد لله، الامل طبعا دايما في الله، والحمد لله ان الروبوت حقق لي نسبه الشفاء اللي انا عايزها، وان انا دلوقتي امارس حياتي طبيعي جدا. ما كنتش بقدر ارفع رجلي ولا حتى يعني ايديا متواصله، كنت لازم اعوق، حتى انا كان في الم دايما في ظهري واخد من اللور بيت لحد رجلي كلها لحد 30 صابع من رجلي من الثاني. ما كنتش بقدر امشي، كنت امشي مسافه صغيره جدا في وقت كبير جدا، من كتر ما كنت امشي كنت اطلع السلم. جيت اسكلينكس بعد تقريبا شهر من بدايه الكورس، حسيت بتحسن كبير جدا. انا كنت جاي تعبانه خالص وريته ونايمه على طول، والحمد لله نحمد ربنا مع الجلسات اللي عملتها، قمت الحمد لله ومشيت واقدر اشتغل على كل اللي عايزاه. كنت حاسه ان رجلي دي زي مشلوله وفيها كهرباء وما كنتش بقدر امشي ولا اروح كده ولا كده، فبقيت ادعي من ربنا ان ربنا يحوش عني، وفعلا انا جيت هنا خدت كذا جلسه وارتحت جدا. تعالى هنا المكان ده وبره، تعالى ومش هتندم والله. الحمد لله يعني انا بصدق الله، كنت محتاج عمليه بس الحمد لله احسن دلوقتي، مش اي عمليه ولا فيها. ما كنتش بنام من ظهري ده خالص، اللهم لك الحمد من ساعة ما عملت الجلسات وانا في احسن حال الحمد لله. وطلوع السلم عامل ايه حاجة دلوقتي؟ لا الحمد لله بطلع السلم، الحمد لله ما كنتش بعرف اطلع السلم، اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله. انا جيت هنا المركز كنت مش قادر امشي على رجلي، يعني كان شلبي مش قادر اتحرك، عندي عامله عمليتين غضروف في ظهري وليا عمليه ثالثه وتركيب شريحه ومسامير. مع لما جيت هنا المركز بصراحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الجلسات جابت نتيجه حلوه قوي، وجهاز الروبوت ده جميل جدا جدا جدا. كنت تعبانه جدا، كنت بقدر امشي على رجلي وظهري، كل الدكاتره اقنعوا ان انا لازم اعمل عمليه غضروف، وكنت ما اقدرش اطلع سلم وما اقدرش اعمل مجهود. دلوقتي الحمد لله بقيت ان انا رجلي اتحسنت، بقيت ان انا اقدر امشي وامن ظهري الحمد لله. كنت بشتكي من تنميل في رجلي والتعب والفقرات تعباني، الحمد لله دلوقتي التنميل راح وبقيت كويسه عن الاول كتير وبمشي كويس دلوقتي. اشكر الدكتور وليد على العمل معانا، وانا كنت بشكي من عضلتين في ظهري
كان مأثر على رجلي الاثنين الشمال واليمين، مأثر على العصب، مكنتش بقدر امشي. واشكر فريق العمل، دكتوره نجلاء، دكتوره زينب، دكتوره ولاء، استاذه لينا، استاذه بسنة، كل اللي شغالين مع الدكتور وليد. وانا الحمد لله دلوقتي بقى كويسه بنسبه 70% الحمد لله رب العالمين. كنت جايه بظهر وكانت عندي التهابات فظيعه يعني من فقرات الكلى تعبانه، والحمد لله اتحسنت خالص الحمد لله. كان عندي غضروف الرابعه والخامسه وغضروف في رقبتي، غضروفين في رقبتي، وكنت تعبانه جدا. وبجد لما سمعت قناه اسهري دي اللي خلاني انا جيت عليها، وبصدق وبامانه وجيت هنا الحمد لله. سادس جلسه ليا دي الحمد لله فرقت معايا كتير، بدات الحمد لله رجلي كانت تقيله قوي عليا جامد ما بقدرش اقف عليها. الحمد لله بدات يعني الغضروف عندي يهدى، والحمد لله بقت الحمد لله احسن من الاول بكتير، وما بطلع السلم ما بقتش اتعب زي الاول، ورجلي بقت امشي الحمد لله. ما كنتش بقدر امشي 10 دقائق، دلوقتي الحمد لله بقدر امشي. مش قادر اطلع السلم، ولا كنت اقدر ان انا اصلي وانا ساجد لله في الارض، فكان ده شيء بيؤلمني كتير. وكنت ادعو الله سبحانه وتعالى: يا رب لا تحرمني من لذة السجود لعظمتك. فجيت وطبعا من خلال التلفزيون ومن خلال حديث الدكتور وليد عمار جزاه الله خيرا، استشعرت بان هذا الامر صدق مع وجود أجهزة حديثة. طيب أنا عايزة أقول إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا العدد الرهيب من الناس اللي ربنا شفاها على إيد دكتور بواسطة الجهاز اللي من غير جراحة. أيوة. ما شاء الله يعني نماذج مختلفة وأعمار مختلفة وسيدات ورجال، والكلام اللي بيقولوا إنهم ما كانوش بيقدروا يتحركوا. وحضرتك قلت لي حتى جملة في الفصل، قلت لي ما أقدرش، والأجسام برضو الأجسام المصرية كبيرة، ما تقدرش تجبر حد إن هو تقول له أنت لازم تنزل عشان أعالجك، هو مش هيعرف ينزل. يعني النهارده كل الحالات تيجي تقول المشاكل بتاعت الركبه والظهر لازم تنزل في الوزن، هو العيان مش قادر يمشي، العيان ما بيجي يمشي بيجهد، فانت العيان عشان تمشيه لازم تعالجه الاول. ايوه. وبعدين ما نتيجه تنزله في الوزن لازم وهو بتنزله في الوزن تديله بروتين عالي، عشان هو لما بينزل بروتين، يعني بينزل عضلات ودهون، ما بينزلش دهون بس. أيوه. فانت بتضعفه اكتر، فانت لازم تبقى فاهم كويس جدا. زي الناس مثلا اللي بيعمل تحويل مسار هتلاقيه عنده ترهل شديد وبهدله، هو ايه اللي حصل؟ العضلات انهارت. لكن انا بقى حضرتك تتخيلي ان العضلات دي الحيطه بتاعتك، حيطتك، يعني الحيطه لو شرخت الغضاريف كلها هتظهر. عشان كده في حالات كتير جدا شباب عنده غضاريف وما عندوش الم، عنده غضاريف وما عندوش الم. هو ايه قصته؟ قصته ان عنده عضلات قوية. تمام. نيجي عند الستات فوق الخمسين، ايه اللي بيحصل فوق الخمسين؟ العضلات بتنهار. طب دكتور معلش انا اسيا، احنا طبعا قدامنا الارقام وقدامنا العنوان انها في حدائق الاهرام، كلنا نصور. حضرتك مالكش في تجمع عندنا؟ لا، دي مستشفتنا عشان فيها اجهزه. تمام. كتير جدا، فهي محتاجه. طب تعالوا عندنا برضه اعملوا قصه. هنيجي يا فندم. هنيجي. لا واحنا نجي لكم. انا عن نفسي يعني حضرتك انا اول زبونه بقى، لان انا فعلا وحضرتك وصفتني من غير ما اكشف يعني. أيوه. أيوه. دكتور انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، وربنا ينفع بعلمك يا رب، ويكتر من امثالك ويشفي على ايدك الناس كمان وكمان. ألف شكر فندم. يا فندم. شكر فندم. شكرا فندم. جدا. ألف شكر فندم. للأسف الفقرة دي خلصت، بس أنا يعني خلص الحلقة وحط أجري على آسيا كلينيك إن شاء الله. استنونا الفقرة الجاية إن شاء الله هتعجبكم.